تعالي افطري. نو يا حبيبي ثانك يو، ماليش نفس. تهزري؟ لا طبعا، تعالي كلي لك حاجه. ايه ده؟ ايه، بعتت مسج بتقول انها بتصور. الله، هي مش قالت انها سابت القناه؟ مش عرفت، غريبه قوي. المهم انها بتطمن عليها وخلاص. قولي لي، سيف كلمك؟ لا. انت قايله انك بايت عندي ولا لا؟ طبعا يا بنتي، بعت له مسج امبارح بس ما كلمنيش. خلاص بقى كبري دماغك. ما انا مكبره ولا مش باين عليا ولا ايه؟ ضد ده ما تفكريش كتير، البيوت مليانه مشاكل والله. ربنا يخليكي ليا. طبعا يا بنتي، انت تقدري تعيشي من غيري ولا ايه؟ لا انت هتعيشي. الله 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 الله، انت مجنونه. خير يا طارق، في ايه؟ لا ابدا، انا جاي اسلم عليك عادي. يا ليه، انت مسافر ولا ايه؟ هبه ارجوكي ما تعمليش معايا كده. ايه اللي عملته معاك علشان تقول كده؟ انا كنت كمان شويه هطلبك واسال عليك، مش فاهماك يعني في ايه. هبه انت زعلانه؟ انت لسه ما عرفتش هبه علشان تقول زعلانه ولا لا. في فرق بين الزعل وبين سوء التفاهم. موقف وحصل وانت فهمت وجهه نظري وانتهى الموضوع. موضوع ايه اللي انتهى بالظبط؟ انكل وطنط. صدقيني دي كانت صدفه. طارق ما تكدبش، بجد هزعل. انا قلت لك امبارح ان اكتر حاجه بكرهها هي الكذب. انت امبارح رتبت للموضوع. انا رتبت للموضوع لانك عايزك تعرفيني اكتر. صحيح انا ممكن اكون كدبت، بس اكيد كدبه بيضه. مفيش كدبه بيضه وكدبه سودا. عارف ان الكذب كذب، وانا مفيش حاجه اسمها كدبه بيضه وكدبه سودا. بس انت ما سالتنيش انا عملت كده ليه. انا كنت عايز اجري الوقت. انا ما اعرفش انت شايفاني ازاي، بس انا عارف انا شايفك ازاي، ونفسي اقولك. على فكره انا عندي شغل. يعني المفروض ان انا امشي؟ امشي. طيب انا همشي. امشي براحتك. طب عايزه حاجه؟ لا. تعينك حمرا كده ليه؟ لا بس ما نمتش من امبارح كويس، وعارف ان شكلها صعب. طب روحنا من النهارده وبلاش شغل. ربنا يسهل. من فضلك روح نام، ولما تصحى كلمني. ممكن البس النضاره؟ بوت. ايوه يا حاج. ايوه يا هيب، انا عايزك يا حبيبتي كده في مشوار. هعدي عليكي كمان شوية كده واخدك. اه. مشوار ايه؟ يا بنتي انت لازم تسألي. مفيش يا بنت، آسف يا ستي، ده عشان تقفلي السكة في وشي. ما انت متعلمة ومتربية. بابا، أنت وماما تقولوا اللي أنتوا عايزينه. ماشي؟ اتمختاري كمان، مين فينا بقى يا حبيبتي المواعيد بايظه؟ انا بقالي ساعه واقفه. انت تخلصي خالص وما تتكلميش. اتاخرتي ليه؟ عشان امي نزلت وسابت البيت يضرب يقلب لابويا، واضطريت امارس عملي كهاوس كيبر قد الدنيا، وقعدت انضف واغسل الاطباق ونيله. انت بتمسكيني من ايدي اللي بتوجعني عشان عارفه اني بحب ابوكي، صح؟ انت ما تقدريش تتكلمي اصلا. ايه ده؟ مين الواد ده؟ اه ده مصطفى، معايا في التيم بتاعي وانا تقريبا الليفل بتاعه. وإيه نظام؟ نظام إيه هبلة؟ يلا يلا. مفيش أي نظام خالص. لا مفيش أي نظام. ده بص يا عيني، قللت العدد. ده جميل. من الوقفة، من اللطعة في الشمس. لا قصدك من السقف. ماشية من غير سقف. كبيرة. عايشة في فيينا تقريبا. يلا. خلينا بنعمل خير ونهمل بعض.
ممكن ما تزعليش مني؟ بجد انا اسفه على طريقه كلامي. تخيلي ان سميه قالت لك ان انا عندي مشكله مع جوزي. اوعي ربنا يديكي حاجه وتقولي مش عايزاها، فاهماني؟ وانا كمان ما كنتش لطيفه معاكي، بس ما تزعليش مني، الشغل ما فيهوش هزار. يلا يلا بقى امشي. في ايه وراكي؟ لا مؤاخذه يا استاذه، في واحد بره اسمه الاستاذ خالد، واحد من حضرتك معانا. خالد مين؟ طب خليه يتفضل. حاضر. صباح الخير. خالد عبد الرؤوف. اهلا، اتفضل. واضح انك مش فاكره اني كلمتك بخصوص المعرض اللي عايز اعمله في الصين. اه اوكي خلاص افتكرت. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. هو موضوع بسيط جدا. انا طب بعمل... الاول قبل اي حاجه تشرب ايه؟ اوكي اشرب قهوه ساده في كوبايه، ويا ريت تكون بوشي. اوكي يا عم محمد، قهوه ساده في كوبايه وبوش. ثانك يو. ميرسي جدا. الموضوع بسيط جدا، انا بعمل معرض. ايوه ما تجيلنا على سيتي ستارز، جيم بتشتري فستان وعايزين. اجي فين؟ عندي شغل. بتقول لك عندها شغل. انا في الميتنج، هخلص وابقى اكلمكم. طيب بس انت عارفه بقى جان صداع. عارفه. يلا هاف فن. ها باي. انا هعمل التليفون احسن سايلنت علشان نعرف نكمل كلامنا. مش لازم، براحتك، مفيش اي مشاكل. ما انا لو ما عملتش كده ممكن ما نتكلمش خالص. اوكي اتفضل. المعرض ده معرض مهم جدا بخصوص الحاجات اللي حتى انا عامل. حاضر. احنا مش قلنا كوبايه يا عم محمد؟ معلش معلش معلش، مفيش اي مشاكل. وفين الوش يا عم محمد؟ مفيش مشكلة يا عم محمد، معلش. أغيرها لحضرتك؟ لا 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 خلاص. شكرا. أغيرها له. شكرا جزيلا. لا لا ميرسي يا محمد. شكرا. سوري. ها؟ لا لا مفيش أي مشكلة. أنا هلحق أتكلم. هي الجملة كانت طويلة فما جمعهاش. ما علينا. أوكي أنا هلحق أتكلم بسرعة قبل ما حاجة تانية تحصل. المعرض أنا زي ما قلت لك المعرض ده زي ما قلت لك أنا عامله لكبار مصنعين الهاند ميد والأكسسوارز الحريمي في مصر. أنا بتعامل كمان مع أكبر الناس بتصنع في الصين، وهما بيجوا المعارض بتاعتي بيتفرجوا على الشغل المعروض، واللي بيعجبهم شغله بيتفقوا معاه على أساس إن هما يصنعوا الشغل بتاعه هناك في الصين، وهو بيبقى الموزع المعتمد بتاعهم في مصر. مش ممكن أرد على التليفون؟ لا لا اتفضلي، كويس إن أنا عرفت أشرح. أيوه. قفل تليفونك ليه يا هاني؟ عندي ميتنج في الشغل. في المكواجي. ما ترد عليا ولا رايح بايس عند اصحابي كنت سايبه حاجه بتعملي فيا القميص. عند الزفت المكواجي. فين تليفون الزفت المكواجي ده؟ في الزفت الاجنده اللي جنب باب الزفت. طب يا هديل وحياه امي لفرجي. جوزي اتعصب، قلت له 100 مرة امسك خلقك بفتلة صغننة مش راضي. احنا كنا بنقول ايه؟ اه احنا كنا بنقول ايه؟ قبل ما اجيلك كان عندي ميعاد مع كلاينت تاني، قاعد بتكلم معاه في شغل، مراتي كلمتني في التليفون اتخانقت معايا خناقة زي الخناقة اللي انا سمعتها دلوقتي حالا. بس الحقيقة انا رد فعلي ما كانش زيك، أنا اتخانقت معاها قدام الراجل، ما همنيش، خرجت عن شعوري. السبب كان تافه قوي. قال إيه؟ نسيت أشغل سخان الحمام قبل ما أنزل الصبح، والهانم نازلة ومستعجلة وعايز تاخد شاور. مش عارف، الجواز على قد ما فيه حاجات كتير حلوة، لكن فكرة إن اتنين ما يعرفوش بعض قرروا إنهم يرتبطوا ويعيشوا مع بعض طول العمر، حاجة مش سهلة في رأيي بصراحة. أنا كمان كنت بقول كده. طباع مختلفة، تركيبات مختلفة. حتى لو ما كانوش مختلفين عن بعض، في رأيي إن كل واحد بيبقى عنده عقد وتركيبات مختلفة عن التاني. يعني حتى لو كانوا من نفس المستوى الاجتماعي،
برضه ممكن يكونوا مختلفين، مش عارف ده رأيي. اتنين جايين بقى كل واحد عايز يمشي كلامه على التاني. تعرفي ان انا ما فكرتش للحظة واحدة انك متجوزة؟ شكلك مش متجوزة. على فكرة بقى انا مش بعاكس، انا عندي عيب في شخصيتي، يمكن يكون هي دي العقدة اللي مراتي مش حباها فيا، وهي اني صريح جدا في اي حاجة في اي موضوع، ما بعرفش اخبي حاجة جوايا نفسي اقولها. انا زيك، بحدي في الكلام زي الطوب. ساعات بحس انها بجاحة بس مش مقصودة. مراتك دي المفروض تكون مبسوطة. أي ست بتتمنى إن يكون جوزها صريح، حتى لو كانت صراحته دي ممكن تكون هتوجعها. أكلمها لك تقولي لها الكلام ده. نو ثانك يو. يعني اللي أنا عملته ده بصراحة ماليهوش أي علاقة بالاحترافية في الشغل. أقعد مع كلاينت الصبح وتحصل خناقة السخان قدامه، بعد كده أقعد معاكي وأقول لك برضه على خناقة السخان. حاجة مش طبيعية. يعني هو أنا البروفيشنال؟ انت ايه ذنبك انت عشان تسمع قميص اسود ومكوجي وزفت وقرف؟